خدت التور في صلاح الدين وعجبني جدا المكان. كل روم مجهزة ببورد. رحنا المكان البريزنتيشن في يعني كأنها قاعة فيها كراسي زي السينما وفيها مكان عرض في أماكن للأكتيفيتي جميلة جدا للكيدز. هما تو بيلدينجز, أول بيلدينجز من فيرست يير لغاية بقى لما يبقوا الكلاس الكبير قوي. صراحة كل رومز يعني مجهزة بأعلى مستوى, فيعني أنصحكم تيجوا تزوروها, مكان جميل جدا. تمام, اليوم كان جميل جدا الحقيقة ومنظم, كل حاجة عرفناها بشكل واضح ومنظم جدا, وقضينا يوم جميل جدا عندكم. يعني والله مدرسة محترمة, سمعت عنها كلام حلو كتير. النهاردة بنلف فيها اهو, عاجبني النظافة, يعني الدنيا الحمد لله مريحة. يعني انا اول مره ازور المدرسه هنا, والحقيقه الفيرست امبريشن فيري بوزيتيف. اخدت جلانس مع المدرسات اللي هنا والتيتشرز, الحقيقه واضح ان هم ناس اكسبيرينسد, واضح ان هم مرتاحين في شغلهم, بشوشين كلهم. انا ما قعدتش هنا, ما كملتش ساعه, ودي الامبريشنز اللي خدتها, وكلها حاجات بوزيتيف الحقيقه.